إذن مشاهدينا، وجه آخر كشفت عنه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجلى في عنصرية الغرب خلال تغطية الأحداث للأزمة الأوكرانية. لكن هذا المكان مع احترامي لا يشبه العراق أو أفغانستان الذين شهد صراعا مستمرا لعقود. هذه مدينة حضارية نسبيا أوروبية إلى حد ما، لكنني متأثر لأنني أرى أناسا أوروبيين بعيون زرقاوات وشعر أشقر يتعرضون للقتل. نحن في القرن 21 في مدينة أوروبية ونرى صواريخ كروز كما لو كنا في العراق أو أفغانستان، هل بإمكانك أن تتخيل؟ وأيضا لأنهم ثقافيا ينتمون لأوروبا. إنهم لاجئون من أوكرانيا، إنهم مسيحيون، إنهم بيض، هكذا تقول هذه المراسلة. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. وهذه الحدود ما فيش بيننا 10 متر بالضبط ومش حدش راضي يدخلنا. هو ما بيتكلم، مع انه الصبح في ناس دخلت في الزحمه، بس دلوقتي قال لك لا، خلي الافارقه والهنود والعرب وحدهم هنا على جنب. الامر لم يقتصر على الصحفيين والمذيعين، بل تجاوزه الى رئيس وزراء بلغاريا الذي قال: اللاجئون الاوكرانيون ليسوا من اللاجئين الذين اعتدنا عليهم، إنهم أوروبيون مثقفون ومتعلمون. أما إذا كنت من هذه المنطقة فأنت إنسان من درجة أقل، ربما لا ضير في تهجيرك أو لجوئك أو حتى في احتلال بلادك ونهب خيراتها وثرواتها وتجريب أسلحة على أرضك وشعبك. الحرب الحالية في أوكرانيا فضحت الكثير من المسائل. منذ الأيام الأولى لهذه الحرب سقطت أقنعة كثيرة وشعارات زائفة خدع بها العالم وخاصة المسلمون. أولا، تبين كذب ادعاءات الأمم المتحدة والقانون الدولي وما يسمى بالشرعية الدولية، تلك القوانين التي صاغها السفاحون مدعين نشر العدل وأن البشر كلهم سواسية. لكننا لاحظنا بشكل واضح التمييز العنصري ضد اللاجئين، والذي عبر عنه السياسيون والصحفيون بقولهم إن الأوكران قوم بيض شقر مسيحيون، وهم مرحب بهم أكثر من غيرهم في أوروبا وأمريكا وكندا. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. لعل أبرز هذه التجليات ما ظهر على شاشات القنوات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي تحديدا ضد الجاليات الأفريقية والعربية والآسيوية المقيمة في أوكرانيا. وهنا صورة أخرى من صور العنصرية أصحاب البشرة البيضاء. أولا، جنود أو مقاتلون أوكرانيون يمنعون أفارقة من الاقتراب من القطار أو الركوب إلى أن يغادر القطار من دونهم، وكان على متنه فارون أوكرانيون من الحرب نحو الحدود الغربية. ولا العنصرية بتاعتهم معنا إزاي؟ الأوكران اللي احنا عايشين وصيهم اللي هم احنا يعني زعلانين عليهم، فهمني هم أكثر ناس عنصريين معنا، حتى الشعب مش العسكريين بس. فمن مفارقات العملية العسكرية ضد أوكرانيا أن يكون تقديم الغرب للخدمات للاجئين بحسب الجنسيات والخلفيات العرقية والثقافية والقومية. عنصرية الإعلام الغربي وازدواج المعايير مع اللاجئين. عذرا منك يا صغير، فأنت لست أبيض البشرة أشقر الشعر ليشفع لك عند هذه البلاد، فتركلك أنت وكل من تطاله بقدميها مصورة صحفية أوروبية لا تروق لها ملامحكم. أما هنا فالحكم للمشاهد. How many refugees has Poland taken? Zero. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none. Not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. مراسلة شبكة NBC الأمريكية زادت على عيونهم الزرقاء أنهم مسيحيون، فكيف يصبحون لاجئين؟ لنقول بصراحة، هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، إنهم لاجئون من الجارة أوكرانيا، وهذا بصراحة سبب استقبالهم في بولندا. إنهم مسيحيون وبيض ويشبهون البولنديين كثيرا. إذا كنت من هذه المنطقة وكنت أوروبيا أو أبيض البشرة أشقر الشعر ملون العيون،
فأنت تصنف إنسانا من الدرجة الأولى. سيشجب العالم الاعتداء عليك ويمدك بالسلاح والمال، بل وستشجع الدول الأخرى مواطنيها لحمل السلاح والدفاع عنك. فقد أصبحت هذه السفارة قبلة للمتطوعين البريطانيين حتى ممن ليست لديهم خبرات قتالية، بعدما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية دعمها المطلق لكل بريطاني يختار القتال في أوكرانيا. هذا المقطع بثته منصة نيكستا البيلاروسية، تقول إنه لوصول المجموعة الأولى من متطوعين بريطانيين إلى أوكرانيا لقتال القوات الروسية. يظهر المقطع أن المقاتلين من ذوي الخبرة العسكرية وتحديدا في حرب الشوارع، إذ سبق أن خدموا جميعا في الجيش البريطاني. اليوم وفي كل منبر إعلامي وسياسي في أوروبا يفوح عفن النفاق الإنساني حين يستغل العنصريون مشاهد اللاجئين من أوكرانيا ليرفعوا عنهم ما يرونه عار الانتماء إلى الدول المتخلفة والنامية والجاهلة. اللاجئون الأوكرانيون ليسوا من اللاجئين الذين اعتدنا عليهم، لذلك سنرحب بهم. هؤلاء أوروبيون أذكياء ومتعلمون ولا يملكون ماضيا غامضا كأن يكونوا إرهابيين. داعين إلى فتح الحدود والقلوب والبيوت لكل أبيض أشقر ملون العينين يحمل الدم الأوروبي، بل زادوا على ذلك جرعة من التمييز الديني والطائفي كشرط يستدعي استقبالهم دون قيد أو شرط. بحسب هذا الصحفي الفرنسي ينتمون ثقافيا إلى أوروبا. هناك لفتة إنسانية واضحة لأن طبيعة اللاجئين لا جدال فيها، يمكننا أن نرى بوضوح مما يفرون، وأيضا لأنهم ثقافيا ينتمون لأوروبا. En Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Eine Lösung wäre Apartheid. Apartheid in Deutschland. Damit meine ich zum Beispiel eine Stadt für Muslime, eine Stadt für Christen und so weiter. In Deutschland. Es wäre eine Lösung, ja. Ich kann dir sagen, danke. Schukran für das Verständnis. Ihr seid gut. 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 Ihr seid مثلا هذه عنصرية. هذه الحين عنصرية. هذه عنصرية. احنا ما راح نقطع لان هذه عنصرية. هذا بالضبط. شافونا عرب. لاني لابس حجابي. لانك لابس حجاب ولان اللون طبعا اللون يشمل. اللون يشمل. ولانه مكتوب بالعربي سرمد. ما اقول لكم طول ما انا ماشي شلون قاعد يعلقون. اسلاميك ثينجز تيرورست امور. كل شيء. Dann gehen Sie, wenn es Ihnen nicht passt, dann gehen Sie hin, wo es Ihnen besser passt. Soll ich denn hin? Ja, ganz einfach. Dort, wo Sie herkommen. Wo komme ich denn her? Ja, das müssen Sie doch wissen. Woher soll ich denn das wissen? So ein Quatsch. عقدة تفوق الأوروبي هذه أثارت حفيظة الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وفضحت عنصرية الغرب المقيتة تجاه غير الأوروبيين. ما أقبح الإنسانية عندما ترخي يديها للآتين من أوكرانيا لأنهم يشبهونها في اللون، وتغل ذات الأيدي أمام أطفال ونساء لأنهم فقط أتوا من سوريا أو العراق أو أفريقيا. هي لحظة واحدة ترسم ذلك الفارق عن تاريخ عنصري تحاول أوروبا إخفاءه تحت ستار من التحضر الكاذب. في الإعلام الغربي مداخلات عنصرية تعود إلى العصور الوسطى، والطبع غلب التطبع. لقد تأثروا كثيرا لرؤية أوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يقتلون. أولم تعد هناك عيون سوداء في العالم ليقتل أصحابها؟ On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez. Me, I'm sorry, it's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. مراسل شبكة CNBC الأمريكية يزايد، إنهم متحضرون ومع ذلك يقتلون وكأنهم أفغان أو عراقيون على سنة الله ورسوله. But this isn't
a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized. بعض ما في الإعلام الفرنسي ليس أقل عنصرية. فما يقصفهم فلاديمير بوتين هذه المرة ليس سوريين. يقولون بغضب. on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. العنصرية ضد العرب والأفارقة وصلت إلى شبكة الجزيرة وتحديدا إلى مذيع أجنبي في القناة الناطقة بالإنجليزية الذي أساء للاجئين من منطقة الشرق الأوسط. هؤلاء أغنياء، إنهم أثرياء من الطبقة الوسطى. من الواضح أنهم ليسوا لاجئين يحاولون الفرار من مناطق بالشرق الأوسط ما زالت تعاني من الحرب. هم ليسوا أناسا يحاولون الفرار من مناطق في شمال أفريقيا. في المقابل، وقبل بضعة أسابيع من اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، شاهدنا اللاجئين السوريين وهم يموتون بردا على الحدود اليونانية والمجرية بعد أن تم نزع ملابسهم وتركهم يواجهون الموت. هذا كان القناع الأول الذي سقط، وفي رأيي أظن أنه يستحيل الآن أن يرتديه أصحابه مستقبلا، فقد أصبح مكشوفا للعالم. الادعاء الثاني هو كذبة فصل الدين والفن والرياضة عن السياسة. فمنذ سنوات والعلماني العربي يكرر كلام أسياده دون وعي كالببغاء، وصدع رؤوسنا بفصل الرياضة والفن والدين عن السياسة، وكنا نقول له بأن سيده يخدعه، لكنه كان يتهمنا بعدم الفهم والرجعية والتخلف. وها نحن اليوم وفي الأيام الأولى من الحرب شاهدنا القساوسة الروس وهم يباركون الطائرات الحربية جنبا إلى جنب مع الرئيس الروسي، وشاهدنا الإعلاميين والسياسيين الأوروبيين يحذرون من أن روسيا تريد الهيمنة على العالم المسيحي بكنيستها الأرثوذكسية، ورأينا أن كلا الطرفين يدعي الدفاع عن المسيحية ويحفز جنوده للقتال في سبيل ذلك. ألم تودع أوروبا الدين؟ ألم تعلمونا في مقرراتنا الدراسية بأن أوروبا تقدمت بعد أن تخلت عن الكنيسة؟ ألم تحاولوا إقناعنا بأن سبيل تقدم المسلمين هو التخلي عن الإسلام؟ هذا الأمر يستحق أن نتوقف عنده طويلا. والله يا إخوان، كمية الدروس والعبر التي استفدناها من هذه الحرب خلال هذه الأيام القليلة فقط لا يمكن حصرها في حلقة واحدة. لكن ما أريد أن أقوله هو أن الله تعالى كشف لنا هذه الحقائق وبين لنا زيف ادعاءات القوى الكبرى وخدامهم من بني جلدتنا ليهيئنا والله أعلم لأمر كبير. وهنا أريد الإشارة إلى أمر مهم جدا، وهي أن هذه الحرب من المحتمل جدا أن تتوسع لتصبح حربا بين الشرق والغرب. أقصد بالشرق روسيا والصين وكوريا الشمالية، والغرب أقصد به أوروبا وأمريكا وحلفائها. وهذا الوضع فريد جدا، فقد عهدنا الحروب على أراضي المسلمين لكنها اليوم انتقلت إلى أراضي أخرى. هذا الوضع الحالي يشبه كثيرا ما سرده الله تعالى في بدايات سورة الروم، حيث قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ركز معي الآن، فالآية تتحدث عن وضع مشابه للوضع الذي يعيشه العالم الآن، حيث كانت حرب كبيرة بين الشرق والغرب، بين الفرس والروم. لنكمل الآية: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذه الآية تحمل معاني كثيرة وعظيمة، لكنني سأختصر وأتحدث عما له علاقة بموضوع الحلقة. يجب أن نعلم أنه من حكمة الله أنه إن لم يتواجه الفرس ضد الروم لقام بتسليط قواتهما ضد المسلمين، حيث كانت شوكة المسلمين تقوى شيئا فشيئا. لذلك كان تدبير الله تعالى أن ينشغل في المواجهة بينهما لكي يتمكن لاحقا المسلمون بعد سنوات قليلة من القضاء على الفرس والروم. ففي السنة 15 للهجرة الموافقة ل 636 ميلادية كانت غزوة القادسية التي خاضها المسلمون ضد الفرس بقيادة سعد بن وقاص رضي الله عنه، وانتهت بنصر ساحق للمسلمين. وفي نفس السنة، السنة 15 للهجرة، كانت غزوة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه ضد الروم، وانتهت هي الأخرى بانتصار ساحق عليه. لا أريد أن أطيل أكثر، الأيام المقبلة هي حافلة بالأحداث العظيمة، وعلى كل مسلم واقف على ثغر معين أن يضاعف جهوده ولا يجلس متفرجا على الأحداث. وأسوتنا في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنه لما كان الفرس والروم يتقاتلون كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يعدون العدة لاكتساح العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد غزوة اليرموك ولا غزوة القادسية، ولكنه غرس بذور تلك الانتصارات ولم يقف مكتوف الأيدي يتفرج على الحرب بين الغرب والشرق. أرجو أن تكون رسالتي قد وصلت. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة.
you, Allah.